بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك نطويه، ونحن لازلنا في حديث المجتمع والتغيير الاجتماعي المطلوب. وهذا الحديث يتناسب مع هذه الأيام المغيرة، هذه الأيام أيام شهر رمضان جعلها الله تبارك وتعالى للتغيير. هذه فرصة وضعها الله بين أيدينا لتدارس أحوالنا ومجتمعاتنا، نواقصنا، وما يجب أن نعمل من أجله حتى تتكامل شخصياتنا ونصبح على طريق وخطى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبنائه وأحفاده الأئمة العترة النبوية التي وضعت بين أيدينا منهاجا للحياة. هذا المنهاج سار عليه الأقدمون، ونحن اليوم نتبع أثرهم ونحاول أن نأخذ بمنهجهم وطريقتهم في بناء الإنسان وتكامله. بينا في حلقات سابقة أهم المعوقات وأهم السلبيات التي تنتشر في المجتمع الإسلامي، واليوم سنتناول سلبية أخرى من هذه السلبيات المنتشرة على صعيد واسع في مجتمعاتنا الإسلامية. على رغم إسلامية هذا المجتمع، لكن هناك من السلبيات التي لا حصر لها ويجب أن نقف بوجهها، ويجب أن يكون لقادة المجتمع، لشخصيات هذا المجتمع، دور أكيد في استئصال هذه السلبيات. ومنها كما يجري تسلسل الحديث لدى الإمام زين العابدين سلام الله عليه الغيبة، حيث يقول الإمام سلام الله عليه، وطبعا بداية الحديث: سددني سددني وسدد لي لأن أخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. فحديثنا اليوم حقيقة حول الغيبة، وسميت الغيبة لأنه كلام على إنسان غائب، فلذا سميت بالغيبة. وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، حتى لو كان فيه ما يقوله عن، يعني إذا كان المغتاب، إذا كان مثلا على سبيل المثال فيه صفة، وهذه الصفة واضحة للعيان، عندما أذكر هذه الصفة في غيابه وهو يكره نقل تلك الصفة، فهذه تسمى بالغيبة. هذا هو تعريف الغيبة. وهناك حقيقة فد صورة
مؤلمة، صورة يعني حقيقة تقزز النفس، ذكره الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم عن الغيبة واقعا تقزز النفس، فشبه الغيبة بمن يأكل لحم أخيه كأنه ميتا، فهذه حقيقة في الآية الكريمة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه الغيبة هنا بتناول لحم الميت، وطبعا الشيء بالشيء يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه فشاهدوا جيفة حمار، فالتفت إلى أصحابه قال لهم: أيكم على استعداد أن يأكل من لحم هذا الحمار الميت من هذه الجيفة؟ فتراجع الأصحاب وأبدوا استغرابهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينها ذكرهم بأن الغيبة هي عملية مساوية لأكل لحم هذا الحمار. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لماذا ميتا؟ لأنه عاجز عن الرد، كما أن المغتاب عاجز عن الرد لأنه غير موجود. انظروا إلى التشبيه الرائع، انظروا إلى الصورة البلاغية الرائعة التي يطرحها القرآن الكريم ويشبه لنا صفة الغيبة. فعندما تتكلم عن إنسان غائب فهو غير قادر على الرد، فمثله مثل ذلك الميت الذي لا حراك فيه ولا يستطيع أن يرد عليك، وعندما تغتابه كأنك أكلت من لحمه. هل هناك من هو على استعداد لأن يأكل لحم أخيه عندما يغتابه؟ فهنا نجد أن القرآن يحاول من خلال هذا العرض أن يقزز هذه الرذيلة الذميمة، يحاول أن يقززها ويجعل صورة واضحة لدى كل إنسان عن الغيبة عندما يريد أن يغتاب أخيه. فحقيقة أن الغيبة اعتبرها الإسلام رذيلة من الرذائل التي لا يقاس عليها أي رذيلة أخرى، حتى الزنا رذيلة الغيبة أكبر منها. والسبب في ذلك أن هذه الرذيلة لها آثار نفسية ولها آثار اجتماعية كبيرة. آثارها النفسية على الإنسان ويجعله الذي يغتاب الناس يجعله عادة لديه في التحدث عن الناس، وهذه العادة ستتأصل في نفسه ولا يمكن علاجها بأي شكل من الأشكال. ولذا نجد أن علماء النفس والتربية
عدوا الغيبة من الانحرافات الشخصية وليس من الأمراض النفسية أو العقلية، لأنه الأمراض النفسية يدعن الإنسان بأنه مريض ثم يطلب العلاج، كذلك الأمراض العقلية يدعن الإنسان المريض بأنه مريض عقليا ويأتي إلى الطبيب للعلاج. أما هذا الانحراف الشخصي اللي منشأه الغيبة فلا يقر الإنسان بأنه على خطأ، وبعد ذلك أن هذه الحالة الغيبة هي مركب من مجموعة عقد، هذه العقد تتداخل فيما بينها وتحرك الإنسان وتدفعه باختياره أو بدون اختياره إلى الغيبة واغتياب الناس. عند تحليل هذه العقد نجد أن عقدة النقص على رأس هذه العقد التي تدفع الإنسان المغتاب إلى الغيبة، وأيضا الحسد وأيضا الحقد والكراهية، هذه كلها تتجمع وتصنع عقدة معقدة مركبة تدفع الإنسان إلى أن يغتاب الآخرين. ولذا من الصعب جدا علاج الغيبة، يعني ليس من السهل، يمكن كثير من الرذائل بسهولة، هذا ما يقوله علماء الأخلاق وعلماء التربية أيضا، أن من الصعب علاج لأنه بحاجة إلى حقيقة صدمة قوية بحيث أن هذه الصدمة تدفع الإنسان لأن يترك هذه العادة السيئة التي لها آثار وخيمة على الإنسان. حقيقة لو فكر الإنسان بآثارها وللحظة تأمل ما سوف تتركه الغيبة عليه ربما ترك هذه السمة الخاطئة. أولا، الغيبة تدفع بحسنات الإنسان إلى غيره، كل ما عنده من حسنات يوم القيامة تذهب لغيره، لمن اغتابه، وهذا كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أتقيد حقيقة لأنه في شهر الصيام، وتعلمون أن من المفطرات الكذب على الله ورسوله، وأخشى أن يأتي الحديث ناقصا أو فيه بعض الأخطاء، فأحاول قدر الإمكان أن أقرأه بالنص. الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم اجتمع بأصحابه وقال لهم: أتدرون ما المفلس؟ فقال الأصحاب: نحن نعلم أن المفلس من لا درهم له. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله جوابا على السؤال المطروح على أصحابه: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ما شاء الله، يحمل على كتفيه مجموعة كبيرة من العبادات التي تعبد بها في حياته من صيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعني إلى جانب هذه الأعمال الخيرة من العبادات هناك سيئات أيضا جاء بها.
فيعطي هذا من حسناته. ما عنده من حسنات تذهب إلى من اغتابه، وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، خلصت الحسنات ما تنتهت، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياه، أخذ من خطاياهم، من الخطايا التي قاموا بها هؤلاء الذين اغتابهم، شكوا سلبيات، شكوا أخطاء، شكوا ذنوب، يحملونها صاحبنا هذا اللي اغتاب. حسناته راحت راحت، لكن جاءته سيئات الآخرين، يعني أعمال لم يقترفها، يعني ربما في حياته لم يسرق، لكن هذا الذي اغتابه سرق، ولأنه اغتابه وليست له حسنات فحملوه ذنب السرقة التي قام به الشخص المستهدف بالغيبة. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، ما بقى شيء عنده، حسنات راحت، سيئات ازدادت، فتراه يذهب إلى نار جهنم وهو قد اقترف أعمال لم يقم بها، يا ليته قام بها، اقترفه الآخرون. هذه في الدنيا، هذه في الآخرة عفوا. أما في الدنيا فحدث ولا حرج، أحاديث كثيرة عن أن المغتاب لا صلاة له ولا صوم له ولا حسنات له 40 يوما إلى أن يغفر له الذي اغتابه ويتوب عليه. ولذا هنا كثير من اللقطات ينقلها لنا أرباب كتب الأخلاق عن الحسن، لعله الحسن البصري جمع أولاده، قال لهم: يا أولادي إذا أردتم أن تغتابون فاغتابوني أنا، حتى حسناتكم لا تذهب إلى غيري، على الأقل حسناتكم تذهب إلي. لأنه عندما يموت الرجل فينتهي أمله في الدنيا، فلا تأتي حسنات إلا ممن هم في الدنيا لا زالوا أحياء، فطلب من أولادي عندما يموت إذا أرادوا أن يغتابوا أحدا خلي يغتابوه، يغتابون أبيهم حتى حسناتهم لا تذهب إلى غيرهم. هذه أيضا في الدنيا. مشكلة الغيبة أيها الإخوة إنها تنسف الشخصية، تنسف الإنسانية. الغيبة حقيقة إسقاط لشخصية المؤمن، ولذا نجد أن الحديث النبوي يقول: من اغتاب مؤمنا فكأنما قتل نفسا متعمدا، كأنك قتلت إنسان، لأنه أسقطته من كرامته، أسقطته من حرمته. ولأن حرمة المؤمن أيها المشاهد الكريم في الحديث النبوي، حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، لذا لا يجوز أن تنال منه، من المؤمن. وهذه عملية التسقيط، ومع الأسف الشديد التي نشاهدها اليوم في حياتنا السياسية، في الفضائيات، هذه العملية حقيقة مؤلمة، هذه الحقيقة، هذه
ظاهرة إضافة إلى أنها تسقط الإنسان في عملية تسقيط، وراءها ممكن دوافع شخصية، ممكن أجندات غربية، ممكن أجندات داخلية، ممكن ثارات، ممكن حقد، ممكن أي شيء، لكنها تخلق الفتن في المجتمع. المجتمع الذي يريده الإسلام مجتمعا طاهرا، مجتمعا بدون فتن، بدون مشاكل، مجتمع كل فرد فيه يكون طاهرا زكيا لا يتعدى عليه أحد. واليوم مع الأسف الشديد هذه الفضائيات أصبحت وسيلة للغيبة. كل يوم نسمع بأحد السياسيين يأتي على الشاشة وينال من أخيه المؤمن، هذا هو عين الغيبة، هذا عين الحرمة، هذا هو هتك لحرمة الإنسان. والإسلام يريد أن يحافظ على كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم بني آدم، الله جعل الإنسان خليفة له، فلا يقبل أن ينال أحد من عباده المؤمنين إذا كان مؤمنا ويواجهه مواجهة شرسة. الله تبارك وتعالى يغضب غضبا شديدا عندما تنتهك حرمة إنسان على قنوات تلفزيون، على ما شابه ذلك. واليوم مع الأسف هاي وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة حقيقة، بعض هذه الوسائل أصبحت وسائل قذرة لغسيل الأشخاص والفتك بهم وللغيبة وارتكاب المعاصي، وهي ما كانت موجودة. واليوم أصبح من السهل جدا أن تتكلم على إنسان وتنال منه، وتقول عنه سارق، وتقول عنه مجرم، وتقول عنه زاني، ثم تختفي من وراء هذه الشبكة، شبكة التواصل الاجتماعي لا يعرف. والبعض حقيقة وصل به الأمر إلى أن يصطنع وثائق مزورة على بعض الأشخاص من أجل إسقاطهم. هذه أكبر الحرمات، هذه حقيقة معضلة كبيرة. لذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعائه الشريف الذي يجب أن نقرأه ونتمعن في معانيه ونعمل به، وسددني لأن أخالف من اقتابني إلى حسن الذكر. وهنا شقين في حسن الذكر، أن نحسن الذكر هذا الإنسان الذي اغتابه، أن نأتي بفضائله للرد على ذلك الذي اغتاب، وأن نحاول أن نستدرج هذا المغتاب، هذا الذي اغتاب، نستدرج إلى عمل الخير، أن نذكره ونقول له إنك إنسان شريف لم تكن هكذا. هذا هو الأسلوب الحضاري، الأسلوب التربوي الذي سلكه أئمتنا عليهم السلام في تغيير المجتمع، وهذا هو المطلوب. ونحن في شهر رمضان الذي من المؤكد أن عملية الغيبة تبطل هذه العبادة عندنا. نسأل من الله تعالى أن يوفقنا لأن نربي أنفسنا ونمنع هذه الشرور أن تستولي على نفوسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.